أتمنى من يعني المعنيين أن يساعدونا سواء من المنظمات أو الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص، والتي نشكر لوزير الصحة تعاونه ودعمه، ومن يعني وفي المقابل أيضا محافظة مأرب الذي يؤلي هذه الهيئة اهتمام كبير ويدعمها دعم مباشر ويتلمس احتياجها يعني على مدار الساعة. وطبعا والشكر الجزيل دعما لدولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي يعني فعلا كل ما طلبنا منه شيء أخبرناه عن احتياج إلا ما يعني يباشر في التعاون معنا. فنحن نحس أنه هيئة مستشفى مأرب الآن هي يعني في عيون وفي أفئدة الكثيرين يعني من أبناء البطن حقوق طوطة، خصوصا الحكومة والجهات النافذة فيها. لذلك نأمل أنها تقفز قفزة نوعية إن شاء الله في القريب العاجل. ما ينقصها أيضا مركز تشخيصي بجانب المختبر، أنه يسجل في الأشعة المقطعية وفي الرنين المغناطيسي وغيره من الوسائل التشخيصية. نحن الآن بانتظار أن يصل إلينا أشعة مقطعية حديثة، نحن الآن هي في صدد التوريد، فإن شاء الله عندما تصل ستعمل فارق. لكن نحن نأمل أن يصبح عندنا وسائل تشخيص متكاملة، كوننا الآن يعني أقرب مكان لتقديم هذه الخدمات يعني في المكلا أو في عدن، وهذه طبعا فيها صعوبات حتى يصل الجرحى وغير الجرحى إلى تلك المناطق. فنأمل أن تكتمل الخدمة الطبية في هيئة مستشفى مأرب. أيضا ما ينقصنا أن نستكمل التخصصات الناقصة، نريد أن نكون في لدى هيئة مستشفى مأرب تخصصات ومراكز في كل يعني المجالات، حتى فعلا يعني لا تصبح هناك فجوة أو ثغرة يعني لتقديم الخدمة، كون هذه المحافظة تحتاج أن تدعم هي وسكانها كرد جميل كما أسلفت يعني بما قاموا به من استضافة واستحتضان للجيش وللحكومة وللنازحين ولأشقائهم من جميع يعني أصقاع اليمن ومناطق اليمن. فمحافظة مأرب يعني لزاما على الحكومة ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بأبسط موضة في الحكومة أن تدعم هذه المحافظة، كونها همشت لأكثر من 35 عام ولم تعطى حقها في الوقت الذي معظم الإمداد يأتي منها، يأتي منها البترول ويأتي منها الغاز وتأتي منها معظم الكهرباء، معظم يعني الوسائل التي هي تعمل على نهضة البلد وعلى تطوير البلد وعلى دعم طاقة البلد، فهي تأتي من مأرب وهي أكثر محافظة محرومة. فيجب علينا أن نفي حقها حتى من باب يعني ضريبة أو يعني نقول يعني جزء من تعطيه يعود عليها يعني بالنفع إن شاء الله. كل الشكر لك إذن الدكتور محمد عبدو الخباطي، شكرا يعني وقتك الثمين الذي يعني تفضلت به علينا. شكرا كثيرا لك، أنا حقيقة أشكر لك أخي الكريم، وأشكر للإعلام الذين فعلا هو السلطة الرابعة، والذي يعني لولاهم يعني لغابت عن يعني أذهان الناس وعن أيضا يعني أفكار وعن توجهات يعني سواء المعنيين أو المنظمات أو المجتمع المحلي الكثير من الحقائق، ولما صنعت قرارات ولما صنعت تنمية. فالإعلام دوره رائد ومحوري، فنحن نشد على أيديكم أن تصلوا إلى الميدان وتنقلوا من الواقع، وفعلا أنا لمست أن عندكم روح يعني خلاقة لفعلا تلمس احتياج الناس ولإيصال يعني الحقائق ولتطوير يعني الإمكانات من خلال الصوت الإعلامي. فلكم منا كل الشكر والتقدير، ولقناتكم الغراء يعني استمرار وتواصل العمل والتطور الدائم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور.
إذن أعزائي المشاهدين، كان هذا لقاء خاص من هيئة مستشفى مأرب العام مع الدكتور محمد عبدو القباطي رئيس هيئة مستشفى مأرب العام، تحدث فيه عن الكثير من التفاصيل والإنجازات وأيضا التطور الملفت في هذا المستشفى في فترة زمنية محددة. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن إصغائكم ومتابعتكم، ألقاكم بإذن الله في لقاء خاص آخر من محافظة مأرب. عمر عبد العزيز المرشد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.